حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، أحببت أن أبث لكم كلمة من القلب إلى القلب. الحقيقة من أهم العبادات لله تبارك وتعالى عبادة التوكل على الله. للتوكل أيها الأحبة أسرار كثيرة، إذا توكلت على الله سوف تتغير حياتك بالكامل، سوف تشعر بقوة هائلة، يمكن أنا أن أسميها قوة الثقة بالله، قوة التوكل على الله. فالثقة بالله لا تأتي هكذا من فراغ أيها الأحبة، الثقة بالله تحتاج لعلم بالله، يعني ينبغي أن تدرك من هو الله، ما هي قوة الله، ما هي قدرات الله عز وجل، ما هو علم الله سبحانه وتعالى. هذا الإله العظيم كلما قرأت عنه أكثر وتفكرت فيه أكثر تزداد ثقة بقدرته في هذا الكون. فأنا متى أتوكل على الله ومتى أثق بالله؟ عندما أستيقن تماما أن هذا الخالق العظيم قادر أن يحميني، قادر أن يرزقني حتى من دون عمل، قادر، الله قادر يرزق من يشاء بغير حساب، قادر أن يصرف عني الضر، قادر أن يشفيني من الأمراض، قادر أن يهيئ لي الخير، قادر أن يرزقني، وقادر أيضا أن يجعلني من أسعد الناس في الدنيا ومن أكثر الناس لهم حياة طيبة. هذه الثقة أيها الأحبة لها قوة عجيبة، والله تشعرك بقوة، لأنك تشعر أن الله معك، تشعر أن خالق الكون إله هذا الكون معك أنت، ويسمعك ويستجيب دعائك، يستجيب دعائك ويسمعك ويعلم ما في نفسك. يعني أنا أحب أيها الأحبة أن تكون العلاقة بيننا وبين الله علاقة محبة، أن نعبد الله لأننا نحبه، أن لا نعصي الله لأننا نحب هذا الإله الكريم الرحيم الودود سبحانه وتعالى. لذلك أحبتي في الله، يعني قوة الثقة بالله تؤثر على حياتك بشكل كامل، ولكن إذا عرفت أسرار التوكل على الله، لأن الله يقول إن الله يحب المتوكلين، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. فالله عز وجل يحب من يتوكل عليه، ويحب من يلتجئ إليه، ويحب من يثق به وبقدرته عز وجل. لذلك أحبتي في الله، توكلوا على الله في كل أعمالكم، سلم كل شأنك، كل أمرك، همومك ضعها بين يدي الله، أحزانك ومشاكلك وكل ما تحتاجه وكل مشاكلك في الدنيا ضع هذه المشاكل، قل يا رب أنا سلمتك كل شيء وأنت تفعل ما تشاء، والله لا يفعل إلا الخير، الله لا يقضي لك إلا الخير. وأذكركم أخيرا بدعاء نبينا عليه الصلاة والسلام الذي كان يمارس فيه التوكل كل يوم، وبخاصة قبيل النوم، لأن هذه اللحظات مهمة جدا لتواصل العقل مع العقل الباطن. اللهم إني توكلت عليك وأسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. هذا الدعاء تقوله وأنت على وضوء ومتكئ على جنبك الأيمن كل يوم قبل أن تنام، وتقوله وأنت مستيقن بالإجابة ومستيقن أن الله يسمعك وأنه يحبك وأن هذا الإله العظيم يريد لك الخير وقادر على أن يحفظك ويحميك حتى تلقاه يوم القيامة وهو راض عنك. اللهم ارزقنا لقاءك يوم القيامة وأنت راض عنا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق.